مرحبا بكم على إذاعة الصوت المغربي قناة الجالية في حلقة جديدة مع المناضل محمد متزكي. في هذه الحلقة سنسلط الضوء عن المسؤول عن تدمير أكبر شركة وطنية ودولية لجرف الرمال بدون وجه حق. هل هي عملية ممنهجة من طرف لوبيات جرف الرمال؟ أم هو قرار أحد المسؤولين لخدمة أجندة معينة أو لعدم كفاءته وغياب المسؤولية؟ أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها في حلقة يوم الجمعة 19 فبراير على الساعة 4 مساء بتوقيت واشنطن، 10 ليلا بتوقيت المغرب. كونوا في الموعد.